اليوم إن شاء الله راح نتكلم على Possessive Adjectives اللي هنا ضمائر الملكية My, Your, His, Her, Its, Our, Their. Wow, this is excellent. Oh yeah, that's fantastic. You are the best of the best. السلام عليكم. Possessive adjectives قلنا هن ضمائر الملكية، وراح ناخد ضمائر الملكية لكل ضمير فاعل. يعني for example مثلا ال subject pronouns اللي هن قلنا قبل هيك هن ضمائر الفاعل، عنا ال I, we, you, they, he, she, it. تمام. طيب ال possessive adjectives اللي هن ضمائر الملكية لل I نقول my، للوي very good، our، you، yes، your، they، their، he، his، she، her، it، its. very good. طيب خلينا ناخذ أمثلة على كل ضمير فيهم. تمام. For example, I'm Nasser. I'm Nasser معناه أنا ناصر. And this is my book. وهذا كتابي. يعني this is my book. معناها ال I اللي هي معها ال my. I am my book. Okay. طيب ناخذ ال our. We are students. We are students. نحن طلاب. And this is our teacher. يعني وهذا يكون أستاذنا، يعني نحن وأستاذنا. You're a driver and this is your car. يعني هذه سيارة. You are a driver يعني أنت سائق. And this is your car. يعني واحد جاي يشتغل في مكان، أنت تشتغل driver يعني سواق. هاي أنت سواق، هاي سيارتك. طيب مع ال they are students and this is their class. هم طلاب وهذا فصلهم their class. Okay. And he is Omar and this is his book. كتابه. She is Sally and this is her book. كتابها. It's an English class. هو يعني فصل انجليزي. And this is its number. رقمه. طبعا its للغير العاقل تستعمل. فأجين هون my book كتابي. Our teacher معناها أستاذنا. Your car معناها سيارتك. طبعا اليور تجي مثل ما هون اليو بتجي للمفرد والجمع، كمان اليور تجي للمفرد والجمع. يعني ممكن تقول your car ان هو سيارتك او سيارتكم. Their class معناها فصلهم. His book كتابه. Her book كتابها. Its number رقمه طبعا لغير العاقل. طيب في بس ملاحظة بدنا نشوفها هون عنا، خلينا نكبرها مشان نشوف ال possessive adjectives. adjective plus be اللي هو زائد الverb to be اللي هو ال is وال am وال are. تمام. طبعا هون ما بتحسن انت تقول my is new، يعني تحط ضمير الملكية بعدين الverb to be مع بعض. تمام. مع بعض ما بيجوا. اوكي. فهي تعتبر يعني خاطئة. هم بس ننزل ال تمام. فهون هاي تعتبر خاطئة. ليش؟ لأن ال possessive adjectives لازم بعده يجي noun، لازم يكون في بعده اسم وبعدين يكون في ال verb to be. يعني ما تقول my is new. طيب my shoe، my mobile is new، my car، my laptop. فلازم يكون في شيء بيناتهم. تمام. ما بيجي ابدا الاثنين ورا بعض.
طيب الملاحظة الثانية اللي بدنا نأكد عليها اللي هي كمان الـ its والـ its. طبعا هون نفس النطق، لكن احنا بنعرف انه اللي شاف الدرس الأول بيعرف انه دائما مثل هون احنا الـ subject pronouns ضمائر الفاعل دائما بنحطهم باللون الأزرق، والـ verb to be دائما باللون الأخضر الـ am is are. فهون صارت it is، يعني subject pronoun verb to be. لكن هون الـ its اللي هي تبعية الملكية، ضمير الملكية، هي كلمة واحدة، تمام؟ its هي هيك، لكن شابهوا في الحروف، لكن هون في طبعا الابوستروفي اللي هي علامة الاختصار، تمام؟ طيب خلينا ناخذ أمثلة مشان نتدرب أو نفهم أكثر. خلينا ناخذ المثال. طبعا التمرين هاد من كتاب الفيس تو فيس سكند اديشن، طبعا الاليمنتري 1A exercise 10 page 9. اوكي طيب هون choose the correct words، يعني what are your names or your names. طبعا هون what are your names يعني ما هو ما يكون ما هي أسماءكم. طيب هون عندنا نحن we names are Martin and Julia Green ولا our names are، فنحن قلنا منقول we names ولا our names. Yes very good say our names. الحل هون شو؟ our names. طيب في عندنا لسه 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام؟ حاول انت توقف الفيديو حله لحالك، تمام؟ وبس خلصت تشوف الإجابة. اوكي هلا اذا انت خلصت نشوف الإجابات مع بعض. نمبر 3 where are you from ولا you're from. where are yes very good where are you from very good. طيب نمبر 4 we say we are from ولا our are from. طبعا نحن هون شوف الملاحظة اللي اجت انه هون نحن ما بيصير يكون في البوسيسيف adjectives والبي مع بعض، فانه هون نحن مرة تانية we are بتصير. طيب here where are they from ولا where are they're from. where are they from اين من اين هم يعني. Number 6 he is ولا his is. Very good he is، لان ان his اللي هي ضمير الملكي ما بيجي مع الverb to be، فتصير he is from France and نفسه. ايوه very good she is from Japan very good. Number 8 what are they names ولا what are their names. Very good what are their names ما هي أسماؤهم. Very good. Number 9 you say he names Louis ولا his names Louis. Very good his names very good. And she names ولا her names. Very good her names very good. So هذا كل شيء ان شاء الله على على possessive adjectives. موضوع سهل، مجرد ان الواحد يحفظ بس السبجكت pronoun وما يقابلهم possessive adjective. اوكي وشوي شوي الواحد من كثر التمارين القراءة السماع للغة يعني موضوع سهل. اتمنى الجميع يكون استفاد. السلام عليكم.